معي الآن لتعليق على هذا الموضوع من نيويورك السيد أحمد فتحي، المحلل السياسي والمختص بشؤون السياسة الدولية. أستاذ فتحي، أهلا بك معنا. بداية، يعني كيف تتصور مستقبل العلاقات الأمريكية المصرية بعد فوز إذن عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات؟ العلاقات المصرية الأمريكية ستستمر على الأقل في الإطار التعاون العسكري والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. هذه التزامات هي ليست حبا في عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري المنتخب، ولكن هي لتحقق مصالح أمريكية في المقام الأول. يوجد أصوات من جماعات الضغط في داخل واشنطن تريد أن تحفز الإدارة الأمريكية والكونغرس أن يتخذ إجراءات في سبيل تحويل جزء من المساعدات العسكرية لمصر إلى المشروعات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات يشعر بها المواطن المصري العادي. في خلال أكثر من 30 عاما تمتعت المؤسسة العسكرية في مصر بالدعم الأمريكي السخي الذي مكنها من اقتناء منظومات لأحدث الأسلحة، ولكن مع اضطراب العلاقات بعد خلع الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ورأينا في الشارع المصري حالة الصدمة العصبية أو التجربة العصبية الأليمة أو ما يطلق عليها التروما التي أصيب بها الشعب المصري من خلال العام الذي حكم فيه الإخوان، مما دفعهم دفعا إلى القبول بالعودة إلى حظيرة الحكم العسكري. طيب أستاذ فتحي، الرئيس الأمريكي باراك أوباما ينوي لقاء الرئيس المصري الجديد المنتخب عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، يعني برأيك ما الذي سيطلبه أوباما من السيسي؟ لم يعلن أوباما أنه سيلتقي بالرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، ولكن أعلن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض تحدث إليه في الأيام المقبلة بمكالمة تليفونية. أنا لا أتصور أن هذه المكالمة ستخرج عن التهنئة التقليدية بنجاحي في الانتخابات وتوليه السلطة، وأظن أن البيان أيضا ركز على أن أوباما سيدعو إلى الالتزام بالمعايير الديمقراطية في الحريات وحقوق الإنسان وحق التجمهر والمعايير الأخرى التي تركز عليها الإدارة الأمريكية. وأحب أن أنوه أيضا إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي أو البيان المبدئي، حيث التقرير النهائي لم يصدر بعد، أوضح أن الانتخابات تمت بشفافية وفي إطار القانون، ولكن البيئة السياسية لا تتفق مع القيم الدستورية التي أجازها الشعب المصري خلال الاستفتاء في شهر يناير الماضي. شكرا لك سيد أحمد فتحي، المحلل السياسي المختص بشؤون السياسة الدولية، كنت معنا مباشرة من نيويورك.